كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الشمس جهل الناس بحقيقتها. من القرآن أيضا بالمقدار الذي نتمكن، كل واحد يتمكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فهو الدليل، إلى أن يقول: فهو الدليل يدل على خير سبيل. نحن المسلمين اليوم نعيش في ظروف صعبة جدا، بل يمكن أن نقول أن البشرية جمعاء تعيش في ظروف سيئة، إن لم نقل بأنها أسوأ الظروف. أسوأ الظروف باعتبار التقنية الحديثة والتطور والعلم الحديث الذي كشف عن آفاق وأبعاد، والمفروض مع هذا التقدم وهذا التطور وهذه العلوم الجديدة والمكتشفات الحديثة والاختراعات، لابد هذه الأمور تضمن سعادة الإنسان على الأقل، سلامنا عليكم، في دنياه تضمن السعادة. كلما تطور العلم تطور الإنسان، تقدم إلى الأمام، لابد وأن يكتشف طرق السعادة، لابد وأن يكتشف كيفية الحياة الفارهة التي تضمن له الراحة على الأقل في الدنيا. ولكن نجد بالعكس، كلما تقدموا في هذه المجالات تأخروا وتخلفوا، فلا تكاد ترى شعبا سعيدا، بل لا تكاد ترى جماعة سعيدة، يعيشون في شقاء، في مختلف المشكلات، في مختلف المشاكل التي تحيط بهم. أما المسلمون فواضح، يعيشون في ظروف سيئة جدا. كل مكان أو معظم البلدان فيها الحروب والقتل والغارة والاغتصاب والتعدي والدمار وهدر الثروات
والفقر والحاجة والحرمان وما أشبه ذلك. أخذوا خارطة العالم الإسلامي، خلوا إيدكم على نقطة عشوائية تجدون فيها إما الحرب وإما الفقر وإما الفساد وإما وإما وإما، مع أنهم كانوا خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. حالهم واضح، نشاهدهم من قريب، بل نعيش بينهم، خاصة في هذين العقدين الأخيرين، بل في هذا القرن الأخير. وأما غير المسلمين فإنه وإن تمتعوا بشيء من مظاهر الحرية والديمقراطية الصورية الظاهرية، عندهم شيء من الحريات، عندهم شيء من الحقوق التي يراعونها أو يدعون مراعاتها، مظاهر، ولكن حينما واحد يتغلغل في المجتمع يرى الفاقر المدقع بإحصائيات رسمية من قبل المؤسسات الرسمية الحكومية. الآن ما أريد أذكر هذه الإحصائيات، تجدون الفقر المدقع وتجدون الفساد إلى أبعد الحدود، وتجدون انهدام للعوائل. هناك عندهم أهم شيء الحفاظ على العائلة، واحد ما يقدر ما يستطيع أن يحافظ على عائلته، أدنى شيء العائلة تتفكك، الابن يروح اتجاه، البنت تروح اتجاه، الزوجة تروح اتجاه. في مثل هذه الظروف السيئة ما العمل؟ العمل التمسك بالقرآن، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، واحد يعيش في صحراء مظلمة تايه لا يعرف الطريق، ماذا يفعل؟ يحتاج إلى إضاءة، يحتاج إلى إنارة قوية حتى يشوف أمامه، ليتي ليسقط في هو. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. لماذا؟ ماذا يوجد في القرآن؟ فهو الدليل. هنا أنا مقطع، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فهو الدليل يدل على خير سبيل. تبحث عن أفضل السبل في حياتك في أي بعد من الأبعاد، سلام عليكم ورحمة الله، في أي بعد من الأبعاد تبحث عن السعادة، تبحث عن الرفاه، تبحث عن الراحة، في أي بعد من الأبعاد يمكن أن يتصوره الإنسان فهو الدليل يدل على خير سبيل. في الشؤون السياسية القرآن يدل على خير سبيل، في الشؤون الاقتصادية القرآن يدل على خير سبيل، في الشؤون العائلية، في الشؤون التربوية، في الشؤون الاجتماعية، في مختلف أبعاد حياة الإنسان، إن أردت أن تصل إلى أفضل الطرق
إن أردت أن تصل إلى أفضل النتائج. القرآن كتاب حياة، القرآن كتاب سعادة، القرآن فيه كل خير في كل بعد من الأبعاد. الذي يريد أن يضمن سعادته في الدنيا قبل سعادته في الآخرة فعليه بالقرآن. لنذكر مثال توضيحي لتقريب الفكرة. المخترع حينما يخترع اختراعا معينا، الشركة التي تنتج جهازا معينا، افرضوا جهاز الحاسوب او اي جهاز اخر، تجدون مع هذا الجهاز كراس تعليم، دليل التعامل مع هذا الجهاز، مجموعة من القوانين مكتوبة في هذا الدليل. إن أردت أيها المشتري أن تستفيد من هذا الجهاز عليك بقراءة هذا الدليل حتى تنتفع بهذا الجهاز. اللي يجي يقرأ ويعمل ضمن القوانين ويعمل بالقوانين المدونة في هذا الدليل ينتفع بهذا الجهاز بطبيعة الحال، ولكن الذي يأتي ويغمض عينه يقول أنا مشتري حاسوب، أنا ما مشتري الدليل، ما علي، ويلقي بالدليل إلى مكان بعيد، النتيجة شنو؟ لا يتمكن أن يتعامل مع هذا الجهاز. ليش؟ لأن في الدليل مكتوب الكهرباء اللي يحتاجه الحاسوب 110، هذا ما يدري، ياخذ الجهاز ويخلي في كهرباء 220، فشنو يصير؟ فيحترق. هذا أبسط شيء في كيفية التعامل مع هذا الحاسوب. من يخسر هنا؟ هل المخترع يخسر؟ لا. هل الشركة التي أنتجت هذا الجهاز تخسر؟ لا. هل هذا المشتري ابن عمه يخسر؟ ابن خاله يخسر؟ جاره يخسر؟ لا. من هو الذي يخسر؟ هو المشتري يخسر. وهكذا في بقية الأمور. يقول هذا الحاسوب مثلا دير بالكم ماي ليلوحة، اكو اجهزة ضد الماء، اكو اجهزة لا مو ضد الماء، اذا ماي لاحة خاصة هالاجهزة الخليوية الموبايل اذا وقع بالماء شنو يخرب. فاذا واحد ما دار بال اخذ الجهاز الخليوي الموبايل وياه الى الحمام، ما قرأ هذا الدليل اللي هذا الجهاز ضد الماء ولا مو ضد الماء، أهمله، من الذي يخسر؟ هو الذي يخسر. من الذي يتضرر؟ هو الذي يتضرر. هل الشركة تغير قوانينها لأجل هذا المشتري اللي ما عنده خلق يطالع يقرأ يعمل بهذا الدليل؟ الجواب لا، القوانين تبقى كما هي، والشركة تظل تنتج مثل هذا الجهاز بنفس تلك القوانين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليعمل ومن شاء فليترك. إذا جهاز صغير من صنع البشر بدليل، ربما بعض الكراسات بمئة صفحة بلغات متعددة مثلا، هذا كل لإرشاد المستهلك، لإرشاد المشتري. شايفين لولا الدليل اللي مئة صفحة تقريبا أو أكثر أو أقل. إذا جهاز صغير من صنع بشر عاجز بمجموعة قوانين،
بمجموعة أمور، كيفية تعامل من نمط معين. هذا الجهاز الذي خلقه الله تبارك وتعالى والمسمى بالإنسان، هذا ما بدليل. هذا الجهاز المعقد اللي كلما تطور العلم وتقدم العلماء وقفوا مذهولين ومنبهرين، وقفوا جاهلين أمام حقائق هذا الإنسان، أبسط الحقائق التي نعيشها يوميا مع أنفسنا مع أرواحنا نجهل حقيقتها. ما هي حقيقة النوم؟ لا نعلم. يوميا 7 مليارات من البشر أو أكثر أو أقل ينامون، بعدين يقعدون، شنو يصير؟ ما ندري. حقيقة الروح، يولد فيموت، شنو حقيقة الروح؟ ما ندري. حقيقة النفس، ما ندري. وهكذا سائر الحقائق اللي هم ندري فرد شيء بسيط جدا من ظاهر الإنسان، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. كيف أتعامل مع نفسي؟ كيف أتعامل مع أهلي الغير، سواء كانت زوجة أو أب أو أم أو عائلة أو أولاد؟ كيف أتعامل مع المجتمع؟ هذا ما يحتاج إلى دليل. الشركة المنتجة لهذا الجهاز، المخترع لهذا الجهاز، الله الخالق للإنسان، ما مخلي الدليل كراس لكيفية التعامل مع هذا الإنسان. كيف أتعامل مع ربي؟ كيف أتعامل مع الكون؟ هذا النظام القائم، هذا الكون الواسع، ما بي دليل. احسبوا فرد جهاز الكرة الأرضية، احسبوها بمثابة حاسوب، هم مو أقل بعد من الحاسوب. المنظومة الشمسية، هذه المجرات العملاقة، احسبوها كجهاز من الأجهزة، ولها شركة أنتجتها، لها مخترع، له مكتشف. شلون في جهاز صغير نبحث عن الدليل لكي ننتفع بهذا الجهاز؟ وهذا الجهاز الكبير الواسع الرحب اللي فيه متاهات غريبة، في حقائق، في مجهولات، هذا ماكو هنالك دليل يدلنا على كيفية التعامل مع هذا النظام المتناهي. بلى، قطعا هنالك دليل، فإنه فهو الدليل يدل على خير سبيل. الآخرون أهملوا القرآن خارج نطاق المسلمين في أحسن الفروض وأحسن التعبيرات، أهملوا القرآن أو تغافلوا عنه، وإلا حاربوه. هم في الواقع حاربوا القرآن. هسه في أحسن التقديرات، في أحسن العبارات، نقول تغافلوا عن القرآن، أهملوا القرآن. نحن المسلمين كيف تعاملنا مع القرآن؟ تعاملنا عادة بمظهر القرآن، اهتمامنا اهتمام بالمظهر، يعني نطبع القرآن طباعة أنيقة،
نوزع القرآن، نجعل القرآن في المساجد، في أحسن الفروض نقرأ القرآن في شهر رمضان، أو نقرأه في الفواتح. هذا نهاية تعاملنا مع القرآن. طبعا لا نحكم على الجميع، وإنما الظاهر الأعم الأغلى فيما نرى. طبعا هذا مثل فد واحد يجي يقرأ الدليل ويخلي على كتب، يطبع طبعة أنيقة ويغلفه ويجلده ويخلي على الره، فيذهب إلى التعامل مع الحاسوب، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه كل النافع. احنا في احسن الفروض شنو سوينا؟ طبعنا القرآن، ترجمنا القرآن الى لغات متعددة، قرأنا القرآن، حفظنا القرآن، وكل هذا مطلوب وحسن، ولكن لا ينتهي الى النتيجة المطلوبة. النتيجة المطلوبة العمل بالقرآن. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يحذر المسلمين إلى يومنا هذا عن نتائج ترك العمل بالقرآن، فقال في كلمته في وصيته: الله الله في القرآن، لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. ديروا بالكم، هذا الكتاب منهج للسعادة، منهج للحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. الآخرون ليجون يستفيدون من القرآن ويعملون بالقرآن، وإنتوا تتركون القرآن. نحن تركنا العمل بالقرآن، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن نتيجة هذا الترك، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النتيجة شنو؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خسر الدنيا وخسر الآخرة. إذا واحد حقيقة يريد يعيش حياة كريمة خالية عن كل الشبهات، عليه أن يفهم القرآن مقدمة للعمل بالقرآن. القرآن يرسم منهج للإنسان في كافة الأبعاد، من أصغر شيء إلى أكبر شيء. نذكر نموذجين بإشارة. طبعا النموذج الأول: كيف يتعامل الإنسان مع زوجته؟ هاي الآن مسألة معقدة، ولذا تشاهدون الكثير يتزوجون فيطلقون. الآن ظاهرة الطلاق صايرة كثيرة في بعض البلاد، وإحصاءات كثيرة أكو في هالجانب، 40% 60% في بعض البلدان، 80% نسبة الطلاق. هذا فرد شيء هائل جدا ومخيف جدا، يعني انهيار للمجتمع. طلاق واحد بمثابة قنبلة ذرية، لا سمح الله من الفساد. هاي المرأة بعد الطلاق كيف تعيش؟ حالتها الروحية، حالتها المعنوية، حالتها الأخلاقية، مرض الكآبة من وين يجي؟ من يدعمها اقتصاديا؟
من يحميها من الذئاب من الأشرار؟ تتولد من ظاهرة طلاق واحدة ربما مئات المشاكل الشخصية والاجتماعية. ودونكم الواقع الذي نسمعه أو نعيشه، حتى واحد يشوف المفاسد المترتبة على طلاق واحد، هو ما يحتاج واحد يعرف كيف يتعامل مع زوجته. القرآن يرسم منهجا لطيفا لكيفية التعامل فيما بين الزوجين. طبعا المورد مورد خاص، ولكن الأصوليين يقولون بأن خصوص المورد لا يخصص الوارد، أو بوحدة المناط نتعدى إلى سائر الموارد. في قضية جزئية جدا إلى أبعد الحدود، المرأة الزوجة تريد أن تفطم رضيعها، تفطمه من اللبن، رضع سنة سنة ونص أقل أكثر، تعبت أو شافت بعد ماكو داعي للاستمرار. في هذه المسألة الجزئية الخاصة القرآن يعطي ضابطة معينة، فإن أراد فصالا يعني تفصل الطفل عن الرضاع تفطمه، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. في مسألة جزئية جدا إلى أبعد الحدود فيما يرتبط بالزوجين، القرآن يقول الملاك التراضي هذا الملاك الأول، الملاك الثاني شنو هو؟ التشاور. إذا حقيقة هذا المنهج يكون منهج الزوجين في كل حياتهما الزوجية، التراضي والتشاور، راح تشوفون طلاق بعد. طلاق من وين ينشأ؟ من عدم المراضاة، من الاستبداد بالرأي، من فرض رأيه عليها أو رأيها عليه، يوصلون إلى طريق مسدود، ما يقدرون يتعايشون ويا الله. في قضية جزئية إلى أبعد الحدود القرآن يقول تراضا منهما وتشاور. في بقية الموارد هسه، إما خصوص المورد لا يخصص الوارد، إما بالأولوية، إما بتنقيح المناط، بالفهم العرفي، ما شئت فعبه. فكيف بالقضايا المهمة المصيرية؟ وهكذا في كل بعد من أبعاد الحياة. أو مثلا كيف ينبغي أن تكون علاقة الدول الإسلامية فيما بينها؟ هل للقرآن رؤية؟ هل للقرآن منهج معين؟ دول إسلامية متعددة، متحاربة، متنازعة، متقاتلة. العمل بالقرآن مقدمة للابتعاد عن جميع هذه المآسي في الدول الإسلامية. الآية القرآنية تقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، يعني هذه الحدود الجغرافية التي جاء بها الآخرون إلينا هذه كلها ملغى. بأي مناسبة؟ والغريب أنه هم جاءوا بهذه الحدود لنا ورفعوها فيما بينها. أحسنت، جاءوا بهذه الحدود، رسموا هذه الخريطة، ثم أشعلوا نار الفتنة بين هذه المنطقة، الجانب من الحد والجانب الآخر من الحد، وأنتوا روحوا إلى بلادهم
ترون أنهم وصلوا أن هذه الحدود تخالف العقل أصلاً، هذه الحدود تخالف الفطرة الإنسانية، تخالف حقوق الإنسان، وهم يرفعون هذه الرايات. خططوا وأزالوا تلك الحدود. وهذا المنهج رسمه القرآن لنا، إن هذه أمتكم أمة واحدة. نتيجة الإعراض عن ذكر الله، يعني عن قوانين الله تبارك وتعالى، الحرمان من السعادة في الدنيا، الشقاء في الدنيا، الحرمان من السعادة الأبدية والشقاء الأخروي. فإذا أردنا أن ننعم بحياة ملؤها السعادة والراحة والطمأنينة والاستقرار والرفاه والحرية والسلام، علينا أن نعود إلى القرآن طبعا مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. نقرأ هذه الرواية لما فيها من البركة قبل انتهاء الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلال وتبيان من العمى واستقالة من العثرة ونور من الظلمة وضياء من الأحداث وعصمة من الهلكة ورشد من الغواية وبيان من الفتن وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لقراءة القرآن ولفهم القرآن وللعمل بالقرآن، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما الحقائق التي كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الشمس جهل الناس بحقيقتها؟ من القرآن أيضا بالمقدار الذي نتمكن، كل واحد يتمكن.